صالح نادي الترجي وسط البوبوزيلا امامنا هنا بتغطي بصوتها العالي 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 وليد الهشري امامنا هنا يسجل من خطا قاتل قاتل قاتل. نادي الترجي دايما يسجل من الكرات الثابته. وليد الهشري امامنا يعني اعتلى اعلى من الجميع ولمس الكوره وحولها سجل في مرمى دينامو من زيمبابوي وهدف تقدم لنادي الترجي في هذه اللحظه. شريف اكرامي شريف إكرامي في هذه اللقطة والرقابة الدفاعية. شوف أمامنا هنا خليل شمام كرات الثابتة يعني اللي شاف الترجي يعني لو شفنا الترجي يعني مليون مرة هنقول دي كرة خطرة. أدي أمامنا هنا الكرة العالية وأدي أمامنا هنا وليد الهشري اللي حول هذه الكرة الرأسية في مرمى شريف إكرامي في حراسة دفاع النادي الأهلي وفي كرة أعتقد تكون في المقام الأول لشريف إكرامي المسؤولية عن هذه الكرة. أمامنا هو شوف شريف شوف شريف مطير عماد متعب عبد الله السعيد كرات العاليه من الاهلي كلها من نصيب المدافعين لكن المره دي استلام حلو احمد فتحي ويلم جميله جميله يلا يا جول يلا يا جول يلا يا جول. السيد حمدي السيد حمدي هو من يعود بالاهلي للقاء. يا سلام يا احمد يا فتحي يا سلام يا احمد يا فتحي. جول اهلاوي جول اهلاوي. السيد حمدي السيد حمدي البديل يسجل هذا الافريقي الثاني بعد ما سجل في سان تايم. اخيرا معز معز بن شريفه امامنا هنا في هذه اللقطه يا عالكوره. شوف الاصرار الاهلاوي هي دي روح الفانيلا الحمراء. شوف امامنا هنا يا سلام يا احمد فتحي ولا حضراتكم عنده كره عاليه قوي مفيش تسلل مغطي الدربالي وتحرك تحرك رائع رائع رائع. احمد فتحي هنا يضرب الدفاع وتغطيه الدربالي مفيش تسلل.